ازيكم؟ وصفتنا النهاردة رهيبة كده، يعني من الكيكات بجد الرهيبة اللي ممكن تعملوها في ثانية كده وانتم مستعجلين من غير اي مكونات معقدة ولا مضرب ولا اي حاجة، بجد في الخلاط هنعمل كيك كده يشرفك قدام ضيوفك فيك، وبجد طري ورهيب. وكمان هنعمل صوص الشوكولاتة الرهيب ده في دقيقة ونص بس، مش اكتر من كده، من انجح صوص الشوكولاتة اللي ممكن تعملوه واسهلها، مش هياخد منكم اي وقت في تحضيره ولا اي مكونات مش موجود عندنا في البيت. يلا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ، أنا آية السيد صاحبة قناة أكل على السريع. لو أول مرة تشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب تحت ولايك للفيديو لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان خاطر يوصل لكم إشعار بفيديوهاتي. ويلا نبدأ بالمكونات. أول حاجة معايا كوباية من السكر، زي ما انتم شايفين مستخدمة مج الشاي العادي، نص كوباية من الزبدة والزيت، ممكن تستخدموا زبدة بس أو زيت بس، بس أنا يفضل الاتنين مع بعض. وهنستخدم 3 بيضات. طبعا كل المكونات دي في درجة حرارة الغرفة، يعني بنطلعها كده من التلاجة، هنبقى عارفين احنا عايزين نعمل كيك مثلا، هنطلعها من التلاجة قبل ما نبدأ مثلا في عملها بساعة أو ساعة ونص، لو في البرد ده يبقى ب3 ساعات. وهنحط كوباية من الحليب وهنضربهم في الخلاط بس كده، ده الخليط السائل معانا. نيجي بقى للخليط البودر اللي هو الدقيق، دول عبارة عن 2 كوباية دقيق عليهم 1/4 معلقة من البيكنج صودا ونص معلقة من البيكنج بودر. البيكنج صودا ده غير البيكنج بودر، ماشي. ورشة من الملح، وندخلهم كويس جدا مع بعض. أهم حاجة إن احنا نتأكد إن المكونات الجافة اندمجت مع بعض كويس. وبالمضرب كده نبدأ نضرب في اتجاه واحد، وننزل بالخليط السائل واحدة واحدة، ونبدأ نحاول نضرب كده بالراحة خالص في اتجاه واحد. نقلب كده كل الخليط مع بعض بحيث كل دقيق يمتزج بالمكونات السائلة اللي احنا عملناها مع بعض في الخلاط. بس نقلب بقى كده كويس قوي، بنقلب حوالي 1 أو 2 دقايق لحد ما نتأكد ان كل الدقيق اختفى. بس كده هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. هنيجي بقى نحط نص مقادير الكيك في بولة تانية كده، وننزل عليها بمعلقة من الكاكاو الخام الغير محلى طبعا، وندخل برضو الكاكاو كده عشان نطلع منه اي كلاكيع عشان ما تبوظش معانا الكيك. ونزود من 3 معالق ل4 معالق حليب طبعا، انتي بتقلبي لو حسيتي ان الخليط محتاج حليب زودي، بس ما نحطش حليب مرة واحدة عشان الموضوع ما يبوظش مننا. احنا نحب نحط الحليب بالتدريج لحد برضو ما نوصل لنفس القوام ده. كده القوام مظبوط معانا. نجيب بقى الصينية بتاعتنا، محتاجين نحط ورق الزبدة كده بحيث يبقى ورق الزبدة مش عايزاه يبقى لازق قوي في الحراف، عشان هقول لكم هنعمل ايه بعد كده. يعني عايزة الكيك يبقى كميته مش بالظبط على قد الصينية، يعني يبقى فيه مسافة ما بين حرف الصينية والكيك. فهعمل ورق الزبدة بالطريقة دي، اللي هو اجيب ورق الزبدة اقصه واحاول احطه كده، ما حاولش الزق الكيك في حراف الصينية، تمام؟ عشان هقول لكم هنعمل بيه ايه بعد كده. بس وهنحط كل الخليط اللي تشوكلت والخليط الابيض هننزل عليه، وبعدين نحاول نخبط كده خبطتين ونهزهم كده بحيث يمتزجوا مع بعض شوية. نبدأ بقى بالتوز بيك او عصاية مثلا شيش طاووق اللي هي الستيكس دي، نعمل بقى كده خطوط كده بحيث ايه يبقى نطلع شوية من الخليط الشوكولات تحت مع الابيض، فلما نيجي نقطع الكيك يبقى شكله حلو. ونحط بقى دي اختياري شوكولات شيبس، عايزين تحطوها تحطوها، مش عايزين عادي، هي اختياري وبتدي طعم حلو في الكيك مع صوص الشوكولات في الاخر. وهندخلها بقى فرن طبعا مسخنينه من قبل كده، ظابطين حرارته على درجة 180، مشغلينه من فوق ومن تحت لمدة 45 دقيقة، دي اكتر حاجة. لكن ممكن الكيك يستوي معانا بأقل كمان وقت من كده، ممكن من 30 ل45 دقيقة. هنعمل مع بعض بقى الصوص اللي هنسقي بيه الكيك اول ما يطلع من الفرن. ده عبارة عن 1 كوباية من الحليب الدافي، عليها معلقة صغيرة كده من النسكافيه سريع الذوبان او قهوة سريعة الذوبان، ونقلبهم كده مع بعض. كده الكيك ظهر معانا خلاص، طلع شايفين الستيك بتاعتنا بتطلع نظيف. نحاول بقى نخرمها كده تمام وهي سخنة، تمام.
وننزل عليها بخليط الحليب بتاعنا، لو طلعت معانا نظيفة يبقى كده الكيك كله. عايزة اقول لكم لو احتاجت كمان اعملوا تاني حليب بنسكافيه، لان هي السوائل فيها قليلة شوية، فهي هتحتاج تشرب معاكم سوائل كتير عشان تبقى طرية من جوه اكتر. هنا بقى معايا مزيج من الشوكولات الابيض مع الشوكولات البني الدارك اللي هي الشوكولاتة الخام، دي غير محلى بالحليب، هنحط عليها علبة قشطة وهندخلهم الميكروويف دقيقة ونطلع نقلب، وندخلهم تاني 30 ثانية ونطلع نقلب لحد ما نلاقي القوام ده. طبعا بنحط عليها معلقة من الزبدة عشان تدينا اللمعة الحلوة دي، وبس كده صوص الشوكولاتة جاهز معانا، حرفيا ما خدش مننا دقيقة ونص بالظبط، وعملنا احلى صوص شوكولاتة. لا هوقفكم بقى على البوتاجاز تقعدوا تقلبوا في صوص شوكولاتة بالساعة ولا الساعتين ولا يتحرق منكم ولا كل الحوارات دي. كده خلاص هنقلب بقى الكيك، عايزة اوريه لكم من تحت، احنا مش هنقلبه بس انا عايزة اوريه لكم من تحت يعني عشان اوريكم بجد التسوية بتبقى عاملة ازاي. نشيل كده ورق الزبدة، شايفين لا اتحرق ولا باظ ولا اي حاجة، الشوكليت رهيبة. ليه بقى؟ لان انا ظبطت التايمر والوقت بتاع الفرن زي ما قلت لكم بالظبط. هنا بقى شايفين الكيك جيت احطه تاني في القالب خلاص بقى في فراغ بينه، فلما اجي احط عليه صوص الشوكليت، بص صوص الشوكليت هينزل من الجناب، مش هتبقى الكيك على قد الصينية بالظبط. دي الفكرة انا كنت بقولها لكم من الاول لما كنت بقول لكم نحط ورق الزبدة بحيث ما يبقاش لازق قوي على حرف الصينية. وبس كان نبدأ بقى ننزل بكل صوص الشوكليت معانا ونحاول نوزعه كده بالتساوي. بس وندخلهم التلاجة بقى لمدة يوم. هنا لو تلاحظوا خلاص النهار طلع علينا نبدأ بقى نحط بقى زينوه باللي انتوا عايزينه. انا الصراحة زينته على طريقة بنتي، بنتي هي اللي كانت عايزة تحط الشوكليت شيبس على الوش، وكانت عايزة تحط شوكولاتة بيضة على الحرف. فشوكولاتة البيضة دي شوكولاتة عادي جدا، حطيتها في كيس الحلواني وحطيتها في مية سخنة لحد ما دابت معايا، بحيث لما اجي احطها على الحرف وادخلها التلاجة تبقى جامدة. يعني هي بتحب الشوكولاتة البيضة تاخدها جامدة كده من على حرف الكيك. بس طبعا التزويق ده مش احلى تزويق يعني في الحياة، بس عشان هي اللي حابة تعمل كده يعني. هي اللي حبت يعني، هي اللي قالت لي اعمليه انا عايزه اعمله كده. وانا الصراحه يعني من الناس اللي بحترم شويه رغبات اطفالي، لو انا عامله الحاجه دي ليهم، انا الكيك ده عامله ليهم يعتبر، فهي حبت تزوقه كده. لكن طبعا كل واحد على حسب ذوقه يزوقه زي ما هو عايز. وزي ما انتم شايفين بقى كده الكيك عامل ازاي، شكله تحفه، وصوص الشوكولاته شايفينه عامل ازاي رهيب بجد، وما ياخدش منكم الا دقيقه ونص بس. وعايزه اقول لكم يعني بجد انصحكم تجربوه، هيعجبكم جدا جدا جدا. وشكرا لكل اللي متابعني لحد هنا، شكرا ليكم. بألف هنا مقدما للي هيجربها، وبجد هتعجبكم جدا جدا جدا، حتى لو مش حطوا عليها صوص شوكولاته لو اي حاجه، هي ككيك كده نفسها طعمها رهيب، هتعجبكم قوي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناه، ومع السلامه.